المقابلات لعبات على جزئيات كما شفتوا، فحنايا عاد قلنا بسم الله في الاستعدادات. عاد اول مقابله رسميه ديالنا لهاد الشباب هادو، هادي سنه ما لعبوش، والاغلبيه ديالهم الكل في البطوله الوطنيه، لا في الدرجه الاولى ولا في الدرجه الثانيه. فانا كنهنئهم على العطاء. انا ما نكذبش عليك، ما كنتش ناوي غادي يظهروا بهذا المستوى هادو، رغم الاخطاء اللي قمنا بها في الشوط الاول، ولكن استطاعوا انهم يصدركوا وبينوا انهم عندهم شخصيه. وكنهنئهم رغم ان النتيجه كانت ماشي لصالحنا، ولكن الحمد لله حنايا لاعبين عندنا ثلاثه المقابلات اخرى، مازال عندنا هذه المقابله هذه تعطينا دروس للمقابلات الاخرى بالنسبه للاعبين ديالنا. كانت الريمونتادا ما ساعدناش لحد. انا قلت لك كتلعب على جزئيات اللي هي تخدم في الاستعداد في المقابلات، فهادو سنه ما لعبوا حتى مقابله، ديال المقابله الاولى. انا كنهنئ اللاعبين على العطاء ديالهم.